بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأشير إلى أوجه الشباب والقواسم المشتركة بين الأقوام الذين كفروا الأنبياء عليهم السلام وحاربوهم وذوهم وقتلوا منهم وسفهوهم واتهموهم بالجنون والسحر والكذب، وهذا محابش يكون تتصف به الأنبياء عليهم السلام، حيث أن سدوما الذين مسلمين نحدثكم عنهم أراهم عندهم الريحة القذرة والمنطق المعوج ومن المقلوب اللي خليهم عندهم صلة كبيرة بالمنحرفين اللي عبر التاريخ الذين حاربوا الأنبياء وحاربوا الشريعة حاربوا الشريع. أش يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف؟ يقول هذا من حاجة بسيطة ياسر، وقت يا ربي بعث سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وعرفوا قصته عظيمة مش لا تصر، قال يا قوم ليس بضلال، تقعدوا تهمتوني بالباطل، وهذا القانون يتهموا في بلا خلفاء الانبياء عليهم السلام، ورث الانبياء متهمين بنفس الطريقه. قال يا قومي ليس بضلال، يعني نحيوا من بالكم، هاي مساله فكريه، انتم تعملوا في ليدونتيفيكاسيون بروجيكتيف، ايش معناها؟ يعني انتم تتعينوا او تعينوا الناس اللي هما ولو عندهم خصال هي عندكم ولكن بحيله منكم مسقتم الحيل على الوصفة الذكرية والمنحربة رميتوا على الناس إسقاط، بعد ورديتوا الناس على صورتكم وأنتم خذيتوا صورة لا حق لكم بها، أنتم تمشيكم وأنتم على أخلاق عظيمة وأنتم تقرؤون القرآن وأنتم تعرفوا، ولهنا ريت برشا من مكركم آية تقول يا هاي الآية وبدأتك بربك إيش تكملها وفني سورة ورقمها. يا ولدي يا لم ندعي العلماء لم ندعينا نحن القرآن بالطريقة هذه، أنا لا لسنا أحمر تحمل أصفار الروم، إحنا ناس متواضعين لله وقادرين نأدي في الأمانة، نذكر فذكر ذكر تنفع المؤمنين بحيث يدوم تيبيكاسيون بروجيكتيف راهي حيلة شيطانية لا تسمن وتغني من جوع، وبرأ الله على المختصين لعله يرجعوكم شوية إلى الواقع يقربوكم الهذيان ويخليوا هل ليدونتيفيكاسيون بروجيكتيفية يقل سلطان عليكم يخف، خلي الله عليكم تولوا تبصروا العيوب اللي فيكم أنتم قبل ما تنظروا العيوب غيركم. وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فيما أعلم قال فيما قال قال ما بال الإنسان ولا حواري، قال كيفاش ترى القصة في عين أخيك وما تراش المادرية في عينك انت، بالعياذ بالله شوفوا ما اقبح هذا الموقف، هذه اللي درجه كاسيون بروجيكتيف عند صله بهذا. انعبد قال يا قوم ليس بضلاله ولكني رسول من رب العالمين. نحن العلماء رانا نقلب الانبياء عليهم السلام، والرساله مش تطيح، الخير في امتي حتى قيام الساعه ما تطيحش، وامر الله بالغ المنتهى ونحن فداء والحمد لله تعالى. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. رب العالمين يعني يا ربي فينا الكل، راهو انتم سيء الادب لانكم ما تربيتوش، ولكن ربما غضب الله وربما من الامه بكم ضرع، ستوريكم بالضبط كيفاش يلزم يحصل التعامل معكم. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ولهذا انا ارجعكم الى التربيه الصحيحه هي التربية القرآنية محمدية على سيدنا أفضل الصلاة والتسليم، أبلغكم رسالة ربي ونحن ومع الرسول البلد أحنا أتباع الرسول الكرام، فنحن إذا عندنا مهمة رسالية كونوا التبليغ، أبلغكم رسالة ربي يعني رسالات سواء كان في مستوى الروح ولا العقل ولا الأخلاق والكلام كل، وكيفاش تنمي وكيفاش تأول وكيفاش تتحرف وكيفاش تزور، ومن يكتم الشهادة لي احنا علماء فآثم قلبهم، ونتعداكم وقلت لكم قلت مرة هاتوا جيبوا أساطين علمكم اللي تقولوا بهم ونقف على صعيد واحد، تحضر جماعة عالمة وتسألكم وتسألنا احنا العلماء وشوفوا من هو أدرى بواقع الأمة، ومن له مشاريع حلول للمعضلات هذه الأمة، أنتم رفضت كل مرة وتكرموا الحديث، لكن احنا صامدون العلماء صامدين وننتظر المنارة إذا قدر الله
ستكون الضربة القاسمة لكم، ستضعكم معكم مع الأمة دي شأن عظيم، وستدفعون ثمنه لأنكم أبيتم علم الفساد. أبلغكم رسالات يا ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فعلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغونا نحن العلماء ما هو اللي يحب ربي ما هو يكره ربي، ولا فايدة في التأويل ولا فايدة في التلاعب بالكلام والقفز على الحبال. أرى من وصلكم إلا بسوء مآل، والسلام على من اتبع الهدى.